كيف نرتقي بعقلية هذا الإنسان وهو لا يفهم ما يقرأ، لا يفهم ما هو المقصد؟ القرآن كما تعلمون وتعلمتم يخاطب كل العقول، والمفروض أن الإنسان يعني ما دام القرآن بلغته التي يقرأ بها لابد أن يكون فاهما. والدكتور يطالبنا بأن يكون المعلم أيضا يساعد الطالب على أن يدخل في هذا المضمار بقوة، أن يتعلم معاني القرآن الكريم ليفهم. وقد يكون عقل الطالب قادر على هذا وقد يكون غير قادر، فليست كل العقول عندها هذا الفهم. حينما يشعر المدرس أن الطالب قادر على أن يستوعب الكلام الذي يقوله المعلم فينبغي عليه أن يهتم بهذا، لأنه يجد يعني أرضا خصبة تنبت، وعليه أن يستغل هذه الفرصة لا يتركها. وهذا من ثقافة المدرس المعلم. لكننا فيما نرى ونجد أن المعلم عبارة عن شخص حفظ القرآن الكريم، وبعد أن أكمل القرآن ربما كتب له المدرس الإجازة وذهب وفتح حلقة لتعليم القرآن الكريم، فهو ما تعلم إلا هذا القدر، الأحرف، فخم الراء، فخم الصاد، زي كذا، لكن لم يتعلم هذه الأمور لأنها تحتاج إلى زمن أطول.